وقد انضمت إلينا الآن أيضا من كاليفورنيا الدكتورة أنجيلا بروزونا الخبيرة في الشأن الروسي والعقوبات الدولية، وهي مؤلفة كتاب السياسة الخارجية الروسية. أهلا بك سيدتي. في تقييمك لهذا، أشكرك أيضا على قبول هذه الدعوة، ولكن هل من الصحيح أن نركز عن الأسباب التي دعت فاينانشال تايمز أن تلقي الضوء على هذا الملمح من الصراع؟ هل هذا السؤال دقيق في تقييمك لفهم ما تفكر به أوروبا؟ أعتقد أن نتائج هذه العقوبات المفروضة على أوروبا أيضا تؤثر على أوروبا. وقبل الحرب الأوكرانية روسيا كانت أكبر شريك للاتحاد الأوروبي التجاري، ولكن بعد الحرب هناك الكثير من العقوبات التي فرضت على روسيا والتي بسببها خسرت الكثير من الشركات فرص عمل هائلة وفرص استثمارية هائلة لتلك الشركات، ولا سيما شركات التصنيع. وفي نهاية المطاف أيضا بعد الحرب التي نشبت في عام 2022 كلفت الشركات الأوروبية أكثر من 100 مليار دولار من الخسائر، والسبب الرئيسي لذلك أن روسيا تحاول إيجاد كثير من الفرص والسبل لتخطي هذه العقوبات. بالتالي روسيا لم تعاني بنفس القدر التي عانت منه أوروبا. هذا هو تقييمي.